صحة رمضانكم وصحة فطوركم. بون كيما تشوفوا اليوم سهرة رمضانية، تلاقينا مع لي زونسيان جوار كاع، سوا تاع مولودية ولا تاع ليسما، لعبنا تفكرنا الأيامات، درنا ان بون ماتش لعبنا. وجيسبير تكونوا انتوما لي سبورتير هم اللي حاضرين هنايا، تمتعوا وتفكروا هما لي جوار لي زونسيان تاعنا اللي مدوا للكرة سوا المولودية ولا ليسما. هي وصافي بليزير في رمضان. مالكمش شوف الناس، كاين الناس بزاف اللي ما يعرفوش لافريك كيفاش دايره. نقول لك باللي يلعبوا في دي كونديسيون وصايمين رمضان ماشي سهله، عبالك لاكاف عزوج في ادغال افريقيا ويلعبوك عزوج في رمضان صايمين، انا نضر كيخسروا 1-0 سان اكسبو. انا ما عنديش شك في الروتور، لي جوار ريكيبيريو مليح، نظن باللي يقدروا يتكاليفيو، يكونوا بيان كونسونطري مع الدعم تاع البيبليك تاع ليسما، انا نظن ان شاء الله يتكاليفيو. انا نقول لك مدرسه والحراش انا لعبت فيها 5 سنين، والله غير كي تشوفهم هكذا يعانيوا في لي ديفيزيون هذوما، نظن فريق عارق كيما تحت الحراش ما يستاهل يلعب غير في القسم الاول. وش نتمناو حنايا الحراش، عبالك لازم الاولاد تاع الحراش ولادها لازم يلتفوا، وعبالك الحراش فيها مشكل دي كلون، شغل دي كلون، نظن هذوك حان الوقت باش يعاودوا كاع يلتفوا مور الفريق تاعهم، الانتيري تاع ليكيب تاعهم باش يلعبوا. خساره كبيره جمهور كيما هذاك يلعب تسيبو يلعب لتحتها، ولا والله غير سي دوماج. كي نشوفنا نتاسفوا لهذه الوضعيه، وان شاء الله في لافونير ان شاء الله يعاودوا يقيلوا البلاصون كيما كانوا ان شاء الله. خويا ربي يحفظكم وصحه رمضانكم. اول شيء نشكروا عن المنظمين صراحه، يعني ثاني دوره اللي نحضر لها، حضرت لها الموسم الماضي، الان نفس الشيء، نظن انه راهي في تحسن خاصه يعني بالوجوه قبل بدايه المباراه اللي تعطات قيمه. المنظمين هادو خموا دائما على اللاعبين سابقين، انا ما نحبش نسميهم اللاعبين القدامى، لاعبين سابقين اللي يتفكرهم في بدايه كل مباراه، عطات فرصه انه هذا الجمهور الحاضر القليل يشوف هذا اللاعبين السابقين هذوما. مستوى كان لا باس به، شفنا عده مباريات كان في مستوى يعني مقبول، عده مباريات راح تحت ضربات الترجيح، هذا ما يبين انه كانت فيه نديه. نتمنى ان شاء الله انه تكمل في نفس يعني نفس الوتيره هذه تاع كل رمضان، ان شاء الله يكون فيه تنظيم وفيه نقطه بالنسبه يعني المباراه تاع التبرع بالدم. نظن انه لاول مره ان شاء الله في كل موسم ولا في كل مناسبه تكون عندنا هذا تاع احساس هذا تاع التبرع بالدم ان شاء الله، يعني هكذا باش الناس اللي خاصه الناس اللي عندهم الدم المخصوص، لانه الدم العادي نقدروا نجيبه، ولكن المخصوص هذا نتمنى ان شاء الله تكون عندنا يعني تفكير مفتوح بالنسبه للتبرع بالدم. لا شوف الانهزام كان صعيب، شو لما تشوف انه الاتحاد لعب في ظروف يعني اللي يلعب فيها مناخيه خاصه بالنسبه للرطوبه 90%، هذا ما راهيش سهله. الامطار اللي كانت تسقط، نظن انه يعني عرقلت نوعا ما من المردود تاع اللاعبين خاصه في الدقائق العشرين دقيقه الاخيره، هدف مقابل صفر نتيجه يعني مرضيه، ولكن التعامل معها في المباراه العوده انك ما تزيدش تتلقى هدف، لانه لو تلقيت هدف الامور راح تصعب تولي صعيبه، ونعرفوا انه المناصر ما يصبرش، واللاعب الجزائري ما عندوش تفكير انه يلعب 90 دقيقه كانه يتلقى هدف خلاص، يعني المباراه راحت. نتمنى انه السيناريو الاتحادي يسجل هدف وبعد ذلك يسير المباراه، يخلي فريق. لا هو النصيحه، انا ما شوف ماشي انا اللي نمد النصيحه، اللاعبين عندهم تجربه كافيه، راهم هما اللي خداو اللقب الموسم الماضي، نظن انهم عندهم تجربه كافيه انهم يتعاملوا مع ظروف اللي راح تمر عليهم، ولهذا انا متاكد انه نتيجه هدف مقابل صفر. اول شيء كنت خايف المباراه الاولى، الان المباراه الثانيه عندي ثقه كامله، التسيير تاع المباراه شفت انا المدرب يعني ما يغامرش كثير، يلعب بطريقه دفاعيه، اليوم مرغوم عليه انه على الاقل يخرج من المنطقه تاعو في العشرين ولا نصف ساعه الاولى. لكم صحه فطوركم. بون سي مور لوفرتير اللي درناها، سي الدوزيام ماتش اللي لعبناه اليوم، على بالي بلي غدوا سي الدرني ماتش لا فينال. مبادرة طيبة الحق، حنا لو فات اللي نتلاقاو هكذا لي زونسيان جوار ونتلاقاو ولعبوا بيناتنا، هذاك هو الفرحة، هذاك هو لو بليزير. اليوم في سهرة رمضانية تلاقينا، درنا بون ماتش كونتر لي زونسيان تاع المولودية، تلاقينا بهم ديجا، هذا هو الصح، راهم خاوتنا، هم صحابنا.
اون بليس دو سا استمتعنا بالمقابله. شو نقول لهم؟ يعطيكم الصحه على هذه المبادره، تورنوا بيان اورغانيزي حقيقه، لم كاع الناس كاين في كل ايكيب كاين نونسيان جوار. دونك فوالا، برافو برافو المنظمة الوطنية للصحافة بور لورغانيزاسيون، بور هاد لمت الشملة هادية تاع اللي جمعت اللاعبين القدامى. دونك نقول لهم تحية كاع الناس اللي شاركوا، اللي هم مجندين هنايا، اللي وقفوا من بداية رمضان. نقول لهم برافو على لورغانيزاسيون، سي ريوسي، الناس كاع حضرت، الناس كاع فرحت. دونك نقول لهم ان شاء الله يكمل يخلص لو تورنوا اون بوتي غدوا بار ان بون ماتش ان شاء الله. وان شاء الله كما يقول لك هذه المبادرات دائما يعاونوا على الملمه، يعاونوا على باش لي روتروفا يتلاقاو لي جوار اللي ما راناش نتلاقاو بزاف لي زونسيان جوار. يخصوا هاد لي زينيسياتيف هادو ما سي البلان سبورتيف ما كاش بزاف. دونك الصحافه هما الاولين اللي بادروا بهذا الشيء، يعطيهم الصحه. بيان سور بيان سور كلش، يعني رمضان شهر تاع خيرات، كسوسوا يعني تبرعات الناس اللي تمد ماكله ولا والدم تاني. ما نساوش باللي كاين مرضى راهي تعاني تاني في المستشفيات. دونك هادي اولا ما الناس ما يمدوش يتذكروا، بالك اللي ما يمدش اليوم الناس تفكروا راح يقدر يمد غدوه الدم. دونك حاجه مليحه. دونك ما خلا والو، خموا على كلش، اعطيهم الصحه. اون بليس دو سا شفت باللي كاين دي ماتش اللي وراوهم في التلفزيون. دونك يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم، نحييكم ونقول لكم ان شاء الله تولي عاده عاديه ان شاء الله. على كل حال انا سبق لي وان لعبت في هذه الاجواء هذوما، خاصه هما على بالهم باللي لاعبين صايمين يلعبوك على الزوج، وحراره رطوبه ملعب كل شيء يلعب ضدك، العطش. الحمد لله يعني 1-0 يعني بصعوبه، الفريق عرف كيفاش يعني يكون منظم ويخرج اخف اضرار. احنا عندنا فريق يعني عنده خبره الان، فهاد شفناه يعني في عده مباريات وين كان متاخر خارج ديار عاود ولا. نقول 1-0 يعني مباراه تبقى مفتوحه، خاصه العوده راح تكون هنا يعني في بلادنا. الحمد لله ما كانتش العوده تما لان الامور تكون صعبه، الان العوده راح تكون هنا في الجزائر. ان شاء الله ان شاء الله يديروا الواجب كيما داروها العام اللي فات. ان شاء الله اللاعبين يديروا الواجب مع الطاقم، ان شاء الله يحضروا المباراه كما ينبغي. انا نقول بلي 1-0 المستوى اللي ظهر به الفريق الخصم، نقول اتحاد العاصمه احسن يعني وقادر يصنع الفارق يعني في الاياب يعني بسهوله. نتمنى ان شاء الله يكونوا في يومهم، وخاصه الجمهور ان شاء الله يكون في يوم. وإحنا تعودنا على الجمهور في سهرات رمضانيه دائما ما يكون يعني دائما ما يكون حاضر بقوه. الان فريق اتحاد العاصمه صحاب اصبح عنده يعني جمهور كبير، وهذه يعني مناسبه لكل الجمهور الجزائري، لان الفريق راه يمثل الاتحاد ويمثل الجزائر في منافسه يعني قاريه. ان شاء الله الناس قاعده تكون وراء الفريق وتدعم الفريق يعني بقوه حتى لاخر دقيقه، ما نساوش لان مباراه تقدر فيها 95 دقيقة، تقدر تروح ل 120 دقيقة. لازم نكونوا وراء الفريق ومجندين كاع وراءه، وإن شاء الله تكون تأهل نصف النهائي إن شاء الله. شكرا. دورة يعني تاع الصحافة هذه راه مشكورين، وأنا من المقابلة الأولانية أنا كنا حاضرين هذا المقابلة افتتاح، وكانت في المستوى وكان افتتاح كبير، وشفنا حتى الشخصيات جو، وحنا لي زونسيان جو كنا حاضرين، وأنا نشوف الدورة هي تجوز في زونسيان فيبلي كبير. وكان لومبيونس وشفنا وديكوفينا بعض الصحافيين عندهم امكانيات تاع لاعبين وراه مشكورين. يعني جوست كما تنوا كلش راه مليح، وراه مشكورين الناس اللي اورغانيزاو هذه الدوره هذه. وان شاء الله نتمناو كل ميور قال لا فينال راح تلعب غدوه ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا حاضرين باش يكون عرس كبير ونفرحوا معهم ان شاء الله. هذيك بلا مزيتنا تبرع بالدم، يعني احنا كلموني عليها باش نتبرعوا بالدم، وانا واحد كل عام نمد، وكي تكون المناسبه كيما هكذا ويستدعوني ونجي ونمد يعني الدم اللي محتاج. وهذه حسنه من عند ربي، وان شاء الله في ميزان الحسنات، والناس محتاجين للدم هذا. وحنا وني لي زونسيان جوار، وزيد ندير النداء لي زونسيان جوار كاليت لي سبورتيف كاليت يمدوا هذا التبرع بالدم، وكان الناس بزاف هم محتاجين لهذا الشيء هذا. وان شاء الله يكون الميساج يلحق لهم ان شاء الله، باش يكونوا يجوا ان شاء الله ويكون تبرع كبير
والناس كاع تستفاد والمرضى يستفادوا، وان شاء الله نطلب كاع الشفاء للمرض ان شاء الله. طارق نروح للفريق مرضي الانصاري طلبوا بالدوبلي كما يقولوا يحلموا بالدوبلي واش تقدر تقول لهم؟ سلمهم الشعب تاع مولوديه ولا السيكو تاع مولوديه من حقهم يطلبوا الدوبلي، شافوا باللي المستوى تاع الفريق في تحسن، وشافوا باللي كل مقابله يلعبوها يعني تكون مقابله كبيره وكانت نتائج تمشي مع الفريق، ودار لي ماشيتو في المقابله تاع خنشله اللي كانت مقابله صعيبه وجابوا الفيكتوار من خنشله يعني ما سهله يعني السيبوتر طمعوا وشافوا باللي المقابله الجايه راح تلعبوا مع يعني وداد التلمسان، ما نقولش مقابله سهله مي مقابله تكون مقابله صعيبه وتلعب من 5 جويليه، ومن حقهم يطمعوا ان شاء الله بوكو با ان شاء الله هذا اللعب الدوبلي يعني الفريق يستاهل نقولوا مينيموم الشامبيونه، وهما ماهمش يتكلموا على الدوبلي كان لاعبين وكان مسؤولين وكان المدرب ماهمش يتكلموا على الدوبلي يتكلموا على البطوله، مازالت البطوله طويله مازال مقابله توعرين. لا مازال البطوله مازال طويله، مازال وقال لنا في ماتش ولا دي ماتش، وكان بعض المقابلات حيخرجوهم على الاكستيريور كما بعض الفرق يلعبوا على البقاء، حيكونوا مقابلات كاع صعاب ماتش دو كوب، والفريق عنده الامكانيات باش يجيب نتائج على برا ولا في الملعب خصنا جوليا، وشفناهم يعني بعد المقابله اللي كانوا صعاب وجابوا المقابله على برا، يعني تبشر بالخير باش الفريق هذا باش يتحصل على البطوله، مازالت لهم يعني بعد المقابله صعاب، مام حتى في الدربيات مازال مع ليسما وسيابي وجياسكا وكل الفريق تزوزو، الماتش هذا كاع سيدي ماتش دو كوب. وهيكون الديربي الكبار ونتمنى كل خير للفريق هذا، وان شاء الله نتمنى في الفريق هذا ان شاء الله يدوا الشامبيون ويربحوا لي ماتش ديربيات سواء ليسما سواء سيربي ان شاء الله. اسكو سانسيرمون كاينه من هذه الهضره؟ بيان سور. علاش كاينه هذه؟ بيان سور تقول انت بلي هاي مدير الجزائر ماشي مدير العاصمه، هاي مدير الجزائر يعني 50 يوريا كاع يتبعوا ماكش لا بروف، شفناهم حتى في الديبلاسمون يروحوا للديبلاسمون، حتى الاستقبال تاعهم كاين استقبال كبير من ناحيه السيبورتور ومن ناحيه اللاعبين ومن ناحيه يعني حتى يستقبل يكون مليح، باش تعرف بلي الفريق كبير وراه يكبر وشعبيه كبيره وسيرو مال مولود الجزائر وعندها شعبيه كبيره وعندها التاريخ تاعها بالصور تاعها بالكوب تاعها بالتيت تاعها باللاعبين تاعها، وحنا لنا حياتي كاع في الفريق هذايا والدار تاع الشيشنا في الفريق هذا نعرف مليح الفريق هذا، يعني حتى كي كنت نلعب انا وكنت ديبلاسمون كان كيدونا الف حساب من جهه السيبورتور من جهه الولايه نروحوا ليها ولا من جهه الشعب ولا من جهه السبونسر، يعني مولودي قاعد توجور كرون كلوب وقاعد توجور يعني عنده احترام من ناحيه لي زادفيرسيال وكيروحوا يديبلاسوا يلعبوا لا بروف نشوفوا هذا العام الشعب تاع مولودي كيديبلاسي يعني يديبلاسي جروب ويعني بالنظام والفير بلاي وحتى الفرق يستقبلوهم استقبال كبير، وهذا واش نتمنوا الفريق هذا وان شاء الله نتمنوا الفريق يزيد يكبر ان شاء الله. ما تنساش بهذا العام مولوديه الشعب راه يلعب بدور كبير، الشعب المقابله الاولى كانت 40,000 50,000 يعني هنا حتى اللاعبين حسوا باللي مسؤوليه كبيره يعني ما سهله خو عندك جمهور كيما تاع المولوديه وكل مقابله تلعب 40,000 50,000 60,000 و السيبوتر يعني عايش مع المقابلات، يعني ما كانش هذيك لا بريسون تاع يضغطوا على اللاعبين، حتى اللاعبين كانوا مرتاحين كي يدخلوا الملعب 5 جويليه وحتى كي يلعبوا على الاكستيريور، انا شفناهم لا بريف يلعبوا بارتياح والشعب راهو شفنا بعد المقابله اللي كانوا جازوا اكوتي الشعب وقف معاهم واللاعبين عاودوا رجعوا كاملين لا بريف دار الماتش مع تاع شلبي كانوا خاسرين 3-1 كان دوزيام ميتون الشعب ما ضغطش الشعب ما داش لا بريسون على اللاعبين ما كانش يدير عاون الفريق بزاف لا بريف دوزيام ميتون شفنا سامي دوجو دي دوجو ولا الفريق عاود رجع للريزولتا باش تشوف بلي الدور كبير تاع الجمهور كان مازال يلعب كيما الجمهور كيما هذا كل عام ندير بطوله لا بريف الشعب تاع مودي مشكور وان شاء الله يزيد يكمل ساند الفريق تاعو واللاعبين راهم مرتاحين مع الـ مع الـ مع, الـ مع الجمهور والجمهور يعرف مليح يعني البطولات لي ماتشهم جايين ماهم سهلين ولا بريف راهم يديبلاسوا مع الفريق وراهم واقفين مع الفريق وتمناو قبوق اللاعبين الجوار لي ماتش ديربي سيتي ماتش ديربي حنا نتمناو ان شاء الله يديروا البطوله ويربحوا الماتش ديربي اللي يسمعوا سيربي ماشي كل عام ديال البيبليك راه صحيح الشعب كيما هذا كي تدخل تينا يعني الكازون تاكلو ماشي غير تكون في مستوى كبير وتنسى كاع تنسى كلش يعني تلعب الجمهور هذا ويعني باش يزهى وانا نشوفوا حتى لي ديفونس تاع مولودي راهم يعني في راهم مركزين مليح في الديفونس جمع بلعب فريق لاعب محترف سا بون جوار شامبيون دافريك لاعب في الفريق الوطني انا شفته يلعب الحراره تاعي لا نجم نشوف الحراره تاعي مي
كان شويه من ذاك يعني كيفاش نقول ما نقولوش جوز اكوتي، مين بيعاود يرجع للميكانيك تاعو ولا نشوف لابريف شفنا لي ترومباس الخانيين يعاود يرجع كل الميكانيك تاعو اللي يعاود لافورم تاعو، والحمد لله يعني نتمنى كل خير ان شاء الله، نتمنى كل خير للاعب هذا يسال كل خير، ولا لابريف نشوفوا بالاكسبيرونس تاعو راهو يعاون الفريق او يعاون في لا ديفونس بالحراره تاعو هذيك وبهذيك الكرينتا وزيد هذيك واسمو يعرف كيفاش يجي لا ديفونس تاعو مع واسمو قول عليه عبد الله وي يحيى وي عبد الله وي هذو سيدي الجوال اللي عندهم ديكسبيرونس وان شاء الله بوكوا باي يكونوا من احسن ديفونسور في الجزائر ان شاء الله. مادام المدرب راهو يحقق نتائج كبار ولا بريف انا نشوفوا يعني هذا العام يلعب على الدوبلي يعني بوكوا با الاستقرار يلعب دور كبير، والمدرب هذا دار نتائج كبار ويحقق نتائج مليحه وحتى اللاعبين يتاقلموا معاه مع المدرب هذا وان شاء الله بوكو بي بور لاني بروشين يزيد يعمل ما خير ان شاء الله. حنا لي زونسيان مع لي زونسيان كانت المستوى شغل اون بون امبيونس سيتي اون فيت لعبنا ماتش اميكال واش نقول لك صافي بليزير تعاود تشوف لي زونسيان توجور تاع الفوتبول كي تشوف الناس توجور يكون راسك نقولوا طالع دونك صافي بليزير ميم التورنوا تاع لابريس هذاك انا نشوفوا باللي كاين تنظيم و لورغانيزاسيون شابه وكلش دونك صافي بليزير للناس اللي اورغانيزاو التورنوا يعطيهم الصحه هذه فيها مليحه الصح راه في رمضان نشوفوا الامبيونس نشوفوا الناس تاع الفوتبول مع لي جورناليست مع لي زونسيان جوار مع لي بريزيدون تاع لي زيكيب اللي يقدروا يجوا مرحبا بهم بان نتلاقاو الناس اللي نحبوا الفوتبول ومام الشعب اللي راهو يجي صافي بليزير يعطيهم الصحه. على التورنوا؟ لا داروها بالمسلسل. دما الناس حاجه مليحه بيان سور قد ما تقدر تعاون الناس سي امبورتون ان شاء الله يوغا بوكو جون اللي يقدروا يعاونوا في هاد الصوالح ونتمنوا شيفا لكاع الناس اللي راهم مرات ان شاء الله. يا خويا صافي بليزير يا خويا واش نقول لك عندهم اون بال ايكيب ان بون ستاف كاين الناس هي تخدم ان شاء الله يخلوها هكا ونتمنوا لهم السنه ان شاء الله راهم قادرين على الدوبلي بوركوا با رانا نشوفهم اللي راهم سير اون بونت اسوندونت حنا اون طونك سوبورتير و اونسيان جوار تاع ليكيب نتمنوا لهم يفرحوا هما يفرحوا الاداره وسورتو يفرحوا هذاك الشعب اللي هو يتبع فيهم اللي صافي بليزير ان شاء الله يفرحوهم باسكو نعرف مليح انا الشعب تاع مولوديا قد ما تفرحهم سي توجور بيان. هذه حاجه مهمه للجوار كي يكمل لا كارير تاعو يبدا اوبجيكتيف واحد اخر ماشي كيف كي تكون في التيران وكي تكون ديريجي ليكيب تاعك مي الحمد لله رانا نتعلموا بدينا من التحت باه نجيو بلا عقل وان شاء الله فيها خير يا خو بوركوا با لي زونترينور الجيريان ولي زونسيان جوار كيما حنا نتمنوا لهم يكونوا كاع دون دي كلوب و ليسونسييل لي يمدوا لا بروغريسيون الفوتبول الجيريان هذا هو الحاجه المهمه رانا هنا على جال الشيء نمشيو نعاونوا لي جان نبوسيو لهم باه يكونوا سورتو سيريو باسكو الفوتبول سي سيريو راني دون ان كلوب وين كيف التنظيم راهو مليح الناس حبوا ليكيب تاعهم جاوا باه يمدوا ان اوبجيكتيف انا راني هنا مع ستاف وراني نخدم مع ان اونترينور اوسي ديكسبيريونس وراني نتعلم كل يوم لازم نهضروا على الناس اللي هم حاكمين ليكيب تاعهم يعطيهم الصحه والشعب تاعهم هو يتبع ليكيب وان شاء الله الاوبجيكتيف راهو قريب ان شاء الله نطلعوها والناس تاعين بنيان قاعد تفرح. صحيح كما يقولوا كانت مقابلة جميلة بين يعني دو كلوب بروفيسيونال معروفين يعني تعرف يعني مولودية الجزائر واتحاد العاصمة كانت لمة شابة ونشكر جميع من كان يعني في هذا l'organisation et tout ça, ça fait plaisir de revoir les anciens amis, les anciens joueurs ou et je remercie tout le monde et ça fait plaisir de jouer parmi comme ils disent les gens on a مده ما تلاقيناش بهم اليوم حطحتنا l'occasion où تلاقينا وفرحنا بيناتنا وهذه هي اللي الكره الجزائريه تجمل الشمس ان شاء الله. والله كانت مبادره جميله ان شاء الله وكان ان شاء الله نقولوا حنايا بوغ لا سويت ان شاء الله يديروا هاد الامور باسكو سي كيك شوز دامبورتون كاين ناس محتاجه كاين ناس يعني اللي راهي واقفه ثاني نشكروهم بعد المبادره اللي راهي يعني بيان اورغانيزي اوسي ونشكرهم جميع من يعني كان وراء هاد الاورغانيزاسيون.
خوتي الحجاج؟ والله المولوديه هذا العام يعني ايزون في بال ان بان اون تام دو سيزون صافي بليزير. On a recruté des bons joueurs. Il y a un groupe solide. On a يعني يحقق في نتائج. وإن شاء الله حنايا رانا نقولوا أشاك فوا نقولوا حنايا ما راناش ملاح سي صال العبارة تاعنا. إن شاء الله بون كوراج بور لي جوار بور لو ستاف. وإن شاء الله هاد المرة يعني نتوجوا بهاد اللقب هذا والكأس الجمهورية لمالا. وان شاء الله انا سكو جي مي فريمون سي لو بروفيسيوناليزم دو سات اني اللي كان لاعبين ولا الستاف اي تو سا اي سون بروفيسيونال اي زون في لو ماكسيموم بور ماتر هاد الفريق هذايا في لو دروا شو. حنا نعرفهم ولد العاصمه يعني انصار يعني نمبر وان كيما نقولوا حنايا في الجزائر. راك تشوف لي ديبلاسمون اللي راهم يديروهم يعني ان شاء الله يا ربي يعني نفرحوا الجمهور تاعنا ويستاهل كل خير. صافي لونتون ويستنى بهذا التتويج هذا بيان سو سي نورمال. حنا على باز ما نعودوش نهضروا على الحلم نورمال مدير الجزائر يعني سان كلوب تاع لي تيتر ماشي تاع حلم. على كل حال نورمالمون سي سا وهذا واش انا متمني ان شاء الله بوتيت سان بروجي اللي راهو يندار وبالتوفيق ان شاء الله من جميع من راهو يساهم في هذا يعني في هذا في هذا لورغانيزاسيون وفي وراهو مور هذا الفريق هذايا. والشعب هذا لازم كما يقولوا يفرح وحنايا لو راف تاعنا سي دو جوي لا تشامبيونز ليغ ان شاء الله. ديجا نبداو بالشامبيونا ومولوديه كبرت وتوجور كبيره ومازال زيد تكبر ان شاء الله باش نعودوا نلعبوا لا تشامبيونز الادوار الاولى بالمالا. سي نورمال سي نورمال سي نورمال مولودية الجزائر سي نورمال تبعها ما الفرق الاخرى على كل حال نشوفوا شتا هاد العام بلي بون الشامبيونا اللي كما يقولوا طلع شويه لو نيفو تاعها بارابور العوام اللي فاتوا. ان شاء الله حنايا تكون ان بون اورغانيزاسيون بور لاني بريسيدونت ان شاء الله ثاني ويجتهدوا في لا فيديراسيون ثاني باش كاين قوانين لازم يتبدلوا يعني باش ننجحوا ونكونوا فريمون دي بروفيسيونيل. نو انا جبت على الفوتوبول هذا على كل حال كما يقولوا اوني لوان ان بتي بو دو هادو التدريبات ولا تاع الاخر. جي في كما يقول لك دي ستاج او نيفو اون فرونس على كل حال كلير فونتان عندي تاع ماناجمنت تو سا مي بور لانستون راني ما مطلع فراما وهادي سي ان شوا بور لو مومون. وان شاء الله كما يقولوا بالك الايام القادمه بالك كاش ما يكون ان بروجي نكونوا فيه ان شاء الله.